معنا عبر الهاتف من الحدود السورية الأردنية مراسلنا محمد الحوراني. مرحبا بك معنا محمد، ما الجديد لديك من تطورات الهدنة في الجنوب السوري مع إتمامها لمدة شهر تقريبا؟ نعم أحمد، مساء الخير. الهدنة مضى عليها شهر تقريبا، بدأت تتخللها بعض الخروقات من قبل قوات النظام، ولا سيما في منطقة اللجاء شرقي محافظة درعا، في منطقة إيبا التي كانت تشهد منذ صباح اليوم عمليات قصف ومنهجة من قبل قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بالإضافة إلى استهداف أحياء درعا البلد بصواريخ محلية الصنع من قبل قوات النظام المتمركزة في أحياء درعا المحطة، وصولا إلى الريف الشمالي من محافظة درعا في منطقة مثلث الموت التي معروف منطقة المال ومنطقة كفر ناسج ومنطقة عقربة. أيضا هذه كانت مناطق تشهد عمليات قصف من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني المتواجدة في منطقة مثلث الموت، بالإضافة إلى استهداف أيضا في منطقة القنيطرة من قبل قوات النظام منطقة الحمدانية والصمدانية برشقات من سلاح الشركة وأيضا قذائف الهاون. كل هذه الأمور ما تشير إلى أن النظام لا يود أن يلتزم بالهدنة التي مضى عليها شهر في الجنوب السوري. يأتي هذا بالتزامن مع عمليات عسكرية كبيرة لقوات النظام في البادية السورية شرقي محافظة السويداء، حيث تمكن من الأمس السيطرة على عدة مواقع استراتيجية وتلال حاكمة في البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية. وقال لنا ناشطون في مخيم الرضوان ومخيم رويشت أن هناك أيضا بعض القذائف قد سقطت بالقرب من المخيم. هذا المخيم الذي يحتوي قرابة 100,000 نسمة، هم مهجرين من مناطق كانت تحتلها داعش في دير الزور وفي الرقة وفي البادية. الجنوب السوري اليوم بات ربما تكون هذه الهدنة هشة أحمد، ربما هناك تصعيد عسكري من قبل قوات النظام. المعارضة قالت لنا في الجبهة الجنوبية أنها ستقوم بالرد على هذه الخروقات بعد التزامها لمدة شهر كامل بعدم الرد. اليوم ربما هناك اجتماعات عسكرية على الأرض، ربما هناك ثورات عسكرية على الأرض ستزيح للمعارضة بعمليات الرد على قوات المعارضة ومصادر النظام. بالتزامن مع هذه العمليات والخروقات التي يقوم فيها النظام، هناك حراك مدني واضح في المنطقة الجنوبية ما بين الفعاليات والمؤسسات الثورية المحلية كالحكومة المؤقتة ودار العدل، وأيضا هناك المجالس المحلية والنقابات الثورية تقوم باجتماعات متتالية لبحث الخطة وإنتاج المؤسسات الفعلية لإدارة المنطقة المحررة، المنطقة التي كانت تشملها قرار وقف إطلاق النار بداية من القنيطرة وصولا إلى ريف درعا ومناطق درعا التي تسيطر عليها المعارضة، ولا سيما أن هناك هدوء كامل كان في هذه المناطق. هناك حركة عودة بعض المهجرين من قراهم الذين كانوا يعيشون في السهول والمخيمات العشوائية، هناك إعادة ترميم البنى التحتية من قبل هذه المؤسسات، وهناك أيضا خطة فعلية لوضع نظام الشرطة المجتمعية الذي بدأ ينتشر في المناطق المحررة في ريف درعا الشرقي وريف درعا الغربي. شكرا محمد الحوراني مراسلنا متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الحدود السورية الأردنية.